عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انت بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفه كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا اسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغايه سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيبي لنا حته بتقفشيها، وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل، على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين ثلاثة بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني، ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي امرني. الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم، باب الركلام ها؟ أموريني يا نجمة. بقول لك إيه يا مالت، اوعى تجيب سيرة الخميس بأياتها حاجة. خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا إيه يا نجمة؟ جرى إيه يا مالت؟ أنت هتعملهم عليا؟ ما أنت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، أنا ابن سوق والكلام لازم يبقى أخد وعطا. عايز إيه تاني؟ مش كفاية اللي أنا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. أمال عايز إيه يا أخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقوا، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمه قديمه ورمانه ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت، بدل ما حاجه تانيه تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانه ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني المالتي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له اقول له، عايز انت تقول له قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوج. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل عارف الحته تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي. ديت؟ لا لا لا، اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا، اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا ابني. بس رخصك. اركنلي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنور؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات بره أبات جوه، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي.
حدش عنده ضحكة السلف داري. أمي مالهم؟ صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال زوز الزوماتي خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا مين تتفرجوا؟ ورا يلا رجال ورا. يا ابني في ايه؟ طورت مني البحر. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن حاجه. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، يا قوم تعالى يا خفيف. ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. ياما في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يا عم صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يا عم صاحبه يتلم عليه، القرش يا عم صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يا عم صاحبه يتلم عليه. لا لا الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟
طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش، في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعه 6 عشان يعزم. امرني انا هنا عشان تامرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. أمرك. احنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز. شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب. يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر ان افصل راسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ بصلي. خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ ما ترد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه، والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الشعب ادينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا. أمرك.
تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمة وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. بعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه، ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله، ونعيش كله، ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا، ولف الحوار وحاوى تبير سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انتي لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه للقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير، جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحتك كل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس، احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالساهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصه ازاي يا خال؟ بوظ للنوح عمليه تقيله، دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خال؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدر ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية افندينا ولا يطلع من ايدينا ابو سنة. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا فندينا. يا مغز يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير،
يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خساره. على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبر عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبية. ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه. قولي كتير سكر عليك. سوريا بات يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. اهو هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو هوى هوى لغايه ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحدي وربنا، ما هو لوحدي ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تسحكي ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عيني الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسبقك هدف حتى القعده. عين عليكي بنت متعاونه، بس محتاجه مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. هاي علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قالهولك يا اخي. زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص. يا باشا زي الغنم، عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا في ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي، انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك مدام كرامه. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طب ما في ايه بس؟ الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع
ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل. انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل. هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب خلاص براحتك. حاضر فهمت. وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر اطمئني. أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. وياريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الوجه. وانت ما بتعرفيش تعملي الواجب في اوضه النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد حاجه كده ولا كده؟ ولا كده. راشو، انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكة بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. أوعد أهل دايرة الكرام، أول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد أتواك. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. وأوعد اوعد برضو اهل دايره الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا سل بلا اهانه بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه. من بلطجي انتخابات اللي مترشح؟ هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص. انما قول لي مكتوب ايه الاول؟ بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ اه. مكتوب كرامة؟ اه مكتوب كرامة. اتفضل.
شيشة المعلم يا كوارع. ولا يا جند الشباب. كرامة بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا كرامة بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حمينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. لا اسم الله عليه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال يا بيت. تعال يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس مرعوب. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده، انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في المصيبه دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت اغطيه الارض لغايه ما اصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل. ها؟ يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى على قط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طبخ السلم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه. والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي. قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وانا اول المتباركين. انا في ديك الساعه فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت، والحظ انت معايا يا اخويا. ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره
او تقفش من جيوب الكل. بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان في بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ ماشي ولعنا. No!